بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم، وهذه الحلقة اللي بالتأكيد نرصد فيها إنجاز فريق كرة السلة في النادي الأهلي الذي وصل إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية المقامة حاليا في قطر لمواجهة فريق سلأ المغربي غدا بإذن الله في الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة. هنتكلم على فريق كرة السلة ودور مشجع النادي الأهلي والتواجد الجماهيري الرائع لجماهير الأهلي في البطولة العربية، وكمان هنتكلم على الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة اللي أقيمت بالأمس في الدور الربع النهائي. وكمان من يومين فريق كرة اليد فاز بالبطولة الإفريقية وعاد إلى القاهرة، وكمان فريق السلة كان حقق إنجاز جيد جدا في كأس العالم للأندية. فالفترة الأخيرة الحمد لله النجاحات والإنجازات في النشاط الرياضي وفي الألعاب الجماعية على أعلى مستوى. كمان هنتكلم على استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني. الفترة الحالية في أجازة وراحة سلبية، ولكن الاتصالات وورش العمل والاجتماعات مستمرة من أجل التحضير لأكبر مسابقتين في الفترة القادمة، الدوري الإفريقي السوبر ليج وكأس العالم للأندية. وهنتكلم كمان على منتخبنا اللي بيستعد لمباراة ودية هامة جدا مع منتخب زامبيا في معسكر أبو ظبي ولقاء الجزائر في ختام المعسكر يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري. كواليس وتفاصيل وأخبار، وعندنا انفرادات مهمة كالعادة كما هو العادة في برنامج الترند. ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف رأي حضراتكم في أداء التحكيم المصري بعد خوض 3 جولات في بطولة الدوري العام. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير من برنامج الترند هستعرض أكبر قدر من آرائكم على أداء التحكيم في 3 جولات الأولى للدوري العام في ظل أن في قرارات صدرت بإيقاف عدد من الحكام الدوليين. فعايزين نعرف رأي حضراتكم في أداء الحكام في الأسبوع الأول والثاني والثالث من الدوري العام. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين في ترند الأهلي. اليوم آخر موعد لإرسال القوائم النهائية لفرق الدوري الإفريقي. وفي الترند المحلي، صلاح ينضم للمنتخب في الإمارات. وفي الترند العالمي، اتحاد جدة يجهز حجازي لمونديال الأندية. الفترة اللي جاية هيكون عندنا كلام كتير جدا، ولكن على الشأن الإفريقي والشأن الدولي، مفيش مباريات رسمية محلية للأهلي الفترة اللي جاية، عندنا ارتباطات مهمة جدا في الفترة القادمة، ولكن بالتأكيد الفترة اللي جاية هيكون فيه اهتمام كبير جدا بمباريات السوبر ليج اللي هيكون أول تدريب لأول استعداد لمباراة سيمبا هيكون السبت القادم، خاصة بعد حل أزمة اللاعبين الدوليين، وإن شاء الله بإذن الله الفريق هيسافر إلى تنزانيا وهيكون مكتمل الصفوف قبل 48 ساعة من مواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة بعد القادم في افتتاحية السوبر ليج. تفاصيل أكتر نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب بنتكلم على الدوري الإفريقي والسوبر ليج، وأولى المباريات إن شاء الله الافتتاحية هتكون يوم الجمعة بعد القادم، مباراة سيمبا التنزاني والأهلي الساعة 6 بتوقيت القاهرة. امبارح احنا استعرضنا أسماء الحكام اللي هيديروا مباريات السوبر ليج بشكل عام، ال8 مباريات سواء ال4 مباريات لقاءات الذهاب أو حتى لقاءات العودة، ال4 لقاءات الأخرى. ولكن بالنسبة لتسجيل اللاعبين، كلنا كنا شفنا الفترة الأخيرة الجدول المتعلق بتسجيل وقيد اللاعبين في مسابقة السوبر ليج، ومسابقة السوبر ليج لها تسجيل مختلف تماما عن تسجيل البطولات الإفريقية اللي الأهلي بيشارك فيها سواء دوري الأبطال أو حتى كأس السوبر. بمعنى إن كان في ميعاد مبدئي لتسجيل القائمة الأولية، وكانت القائمة الأولية فيها 40 لاعب من ضمنها 4 حراس مرمى، وكان آخر ميعاد للتسجيل يوم 15/9. والشركة الإيطالية، الشركة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي، منحت الأندية المشاركة الأندية الثمانية فرصة من 15/9 ل10/10 اللي هو النهاردة الديدلاين، النهاردة آخر ميعاد يوم 10 أكتوبر، عشان تختصر القائمة من 40 لاعب إلى 30 لاعب. فالنهاردة آخر يوم لتسجيل القائمة المختصرة، ال30 لاعب، ولكن ال30 لازم يكونوا من ال40، لازم يكونوا من ال40 اللي انت سجلتهم لغاية يوم 15/9. وبالتالي انت دلوقتي مطالب النهاردة سواء الاهلي، سيمبا، الترجي، الوداد، انيمبا، ماموردي سان داونز، بيترو اتلتيكو الانجولي، مازيمبي الكونغولي، كل الانديه اللي هتشارك في السوبر ليج النهارده الديدلاين حوالي الساعه 12 بالليل،
تختصر القائمة من 40 لاعب ل 30 لاعب، وبالتالي النهاردة آخر موعد لتسجيل القائمة النهائية اللي هتشارك بيها في مباريات السوبر ليج. طيب أنت القائمة بتاعتك هتكون 30 لاعب، هل ال 30 لاعب متاحين خلال فترة البطولة من 20 أكتوبر ل 11 نوفمبر؟ أيوه. بمعنى إيه؟ هل ال 30 متاحين في كل مباراة؟ لا، ال 30 متاحين معاك في البطولة، ولكن كل مباراة ال 30 دي بيتم اختصارها ل 23 لاعب. يعني انت الاول بدات في 15/9 ب 40 لاعب، ثم جيت ل 10 اكتوبر اللي هو ميعاد النهارده اللي هو الديدلاين اللي هترسل فيه القائمه المختصره، تبقى 30 لاعب. قائمه ال 30 لاعب هيتم اختصارها مع كل مباراه ل 23 لاعب. انت خلاص ايدت 30، يوم مثلا ونفترض يوم 20/10 عندك مباراه سيمبا التنزاني، يوم 20/10 قبل ميعاد المباراه بساعه ونص، ال 30 دي بتختصرها ل 23 لاعب. ال 23 لاعب موجودين معاك في قائمه الماتش. يعني انت لو سافرت بال 30 يوم المباراه هتطلع سبعه من القائمه. وبالتالي انت عندك في قائمه المباراه 23 لاعب، 11 لاعب اساسي و12 لاعب على دكه البدلاء. نفس سيستم كاس العالم، يعني انت لما تيجي تلعب مباريات كاس عالم مع الفيفا بتبقى القائمه في المباراه 23 لاعب. طيب خلصت المباراه الاولى مع سيمبا بال 23 اللي انت لعبت بيهم، هتخش على مباراه العوده. هل هتبقى مجبر على ال 23 اللي لعبت بهم ماتش الذهاب؟ لا، هترجع بقى تاخد من ال 30 من تاني وتعيد قائمتك لمباراه العوده من خلال ال 30 اللي انت النهارده هتسجلها بتاريخ 10 اكتوبر، وتفضل كده لغايه المباراه النهائيه يوم 11 نوفمبر ان شاء الله في حال استكمال المشوار حتى موعد نهائي السوبر ليج. وبالتالي ده نظام القيد وده نظام المشاركه في بطوله الدوري الافريقي. النهارده القائمه المختصره 30 لاعب، ومع كل مباراة تختصر القائمة ال 30 ل 23، وال 23 متاحين معاك خلال البطولة وخلال المباراة. 11 أساسي، 12 على الدكة، لك خمس تغييرات أثناء المباراة، وبالتالي دي قائمة اللاعبين اللي أنت هتشارك بيها في مباراة سيمبا أو في لقاء العودة أو حتى في باقي اللقاءات القادمة في بطولة الدوري الإفريقي بالنسبة للفترة اللي جاية. نقطة مهمة جدا، هل القائمة اللاعبة اللي هتشارك في مباراة السوبر ليج مرتبطة بالقيد الإفريقي؟ لا. أهم حاجة اللاعبة اللي هتتسجل النهاردة بالليل وهتشارك في البطولة لازم تكون موجودة على السيستم المحلي. يعني اللاعبة دي لازم تكون متسجلة في القائمة المحلية عشان يكون متاح ليها المشاركة في البطولة الدوري الإفريقي خلال الفترة اللي جاية. في قواعد منظمة خاصة بالمشاركة، في قواعد متعلقة بقيد اللاعبين، وكمان في نقطة تانية متعلقة بالمباريات نفسها. إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بنحاول كده نحضر لكم حلقة فيها كل التفاصيل المتعلقة بالسوبر ليج في الحلقة اللي هتكون قبل بإذن الله انطلاقة البطولة، عشان نشرح لحضراتكم الملاعب، الفرق اللي هتشارك، القوائم، الاستادات، الشروط، اللوائح، نظام البطولة. خدوا بالكم نظام البطولة بيختلف من دور للتاني. يعني انت الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي بنظام، والمباراه النهائيه ليها نظام تاني خالص. عارفين في افريقيا دايما ما بنطبقش الاكسترا تايم في حال التعادل في لقاء الذهاب والاياب، في السوبر ليج هيطبق الاكسترا تايم. وبالتالي دي تفاصيل وجزئيات ان شاء الله احنا سايبينها للاسبوع اللي جاي لما نقرب شويه من افتتاحيه السوبر ليج عشان نشرح لحضراتكم كل الامور المتعلقه بهذه البطوله. لكن النهارده بما ان النهارده 10 اكتوبر فكان لازم نقول لحضراتكم اخر المستجدات. النهارده اخر موعد للانديه المشاركه عشان تسجل القائمه النهائيه اللي هتشارك بيها او اللي هتشارك فيها في بطوله السوبر ليج. دي جزئيه اولى كان لازم ابدا بها كلامي، لان خلاص احنا راجعين باذن الله من يوم السبت اللي جاي هيكون بدايه الاستعدادات لمواجهه سيمبا التنزاني، وتركيز بقى على بطوله السوبر ليج، والحكام اتعينوا امبارح، وامبارح قلنا لحضراتكم حكام المباراه لقاء الذهاب حكم موريتاني دحان بيدا، على الفار هيكون الجزائري لحلو بن ابراهيم، لقاء العوده هيكون جان جاك نادالا الحكم الكونغولي، وهيكون على تقنيه الفار طاقم تحكيم مغربي في المباراه ان شاء الله اللي هتقام على استاد القاهره يوم 24 اكتوبر الساعه 5. لقاء الافتتاح هيكون الساعه 6 بتوقيت القاهره، ويسبق لقاء الافتتاح نص ساعه هيكون في حفل افتتاح مدته حوالي 10 دقائق على ملعب بنيامين مكابا، واللي هيفتتح البطوله رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو رئيس الفيفا، وهيكون معاه كمان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي. الاثنين هيشاركوا في افتتاح البطوله، لان هذه البطوله بتقام تحت رعايه الفيفا والكاف، وتم اسناد اداره البطوله لشركه ايطاليه بتتعامل مع الفرق المشاركه خلال الفتره القادمه. ده كل ما فيما هو متعلق يعني
بمواعيد المشاركة وتسجيل القوائم الخاصة بالأندية المشاركة في السوبر ليج خلال الفترة اللي جاية. القرعة زي ما انتم شايفين يعني لما كانت اتعملت يوم 2/9 اتحددت المباريات والفرق المشاركة، مين تصنيف أول مين تصنيف تاني. كنا عارفين ان الأهلي هم 8 فرق، يعني 8 فرق مشاركين في البطولة. التصنيف الأول كان الأهلي والوداد والترجي ومامولدي سان داونز، دول الأربع فرق المصنفين في التصنيف الأول مع مراعاة الجانب الجغرافي. ممكن ناس تقول لي ما في قبل سان داونز فرق تانية زي الرجاء زي نهضة بركان زي، لكن لا، طبقا للتصنيف وطبقا للتوزيع الجغرافي ثلاث فرق من الشمال وأول فريق من التصنيف في الجنوب. فأول فريق في التصنيف من الجنوب هيكون مامولدي سان داونز. لما تروح على التصنيف الثاني هتلاقي عندك باقي نيمبا وهتلاقي مازيمبي الكونغولي وهتلاقي كمان أكتر من فريق يعني موجودين مع الأهلي والترجي والوداد في البطولة. والقرعة اتعملت، الأهلي هيلاعب سيمبا التنزاني، الوداد هيلاعب انيمبا، مازيمبي هيلاعب الترجي، وكل التفاصيل متعلقة بالمباريات اللي هتنظم بإذن الله من 20 أكتوبر لغاية يوم 26 أكتوبر. دي مباريات المرحلة الأولى الدور ربع النهائي. ده جانب. الجانب الثاني وعايز أتكلم على كرة السلة. كرة السلة في الفترات الأخيرة هي على المستوى المحلي الحمد لله بتحقق كل شيء، تكسب دوري المرتبط، دوري المحترفين، الكاس، كل حاجة في مصر الحمد لله فريق كرة السلة بيكسبها وبيحققها في السنوات الأخيرة، ودور كبير جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي في يعني في الطفرة الكبيرة اللي موجودة في النشاط الرياضي، مش في الألعاب الجماعية، ده ألعاب جماعية وألعاب فردية. ولما أتكلم على الألعاب الجماعية مش بتكلم على الباسكت، بتكلم على الباسكت وبتكلم على الفولي وبتكلم على الهاند بول، كل الألعاب الجماعية في النادي يعني في اهتمام كبير جدا، مجلس الإدارة بيهتم وعامل أولويات بالنسبه لي فرق الالعاب الجماعيه في الفتره الاخيره. لو هتكلم على فريق الباسكت بس، لا ده انت عندك كمان فريق الهاندبول لسه راجع من الكونغو الديمقراطيه محقق انجاز طيب جدا، الفوز بالبطوله الافريقيه، عندهم بيستعدوا كمان لكاس العالم في المملكه العربيه السعوديه. فريق الباسكت كان راجع من سنغافوره بالمركز الرابع وراح على قطر بيلعب البطوله العربيه. امبارح كانت في مباراه صعبه جدا جدا مع الاتحاد السكندري. لما بتتكلم على كره السله وديربي ما بين الاهلي والاتحاد بتبقى مباراة صعبة وقوية، لكن قدر الأهلي يكسب 82-77 عشان يتأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي. بكرة إن شاء الله الساعة 6:30 هتكون مباراة النادي الأهلي مع سلا المغربي. والأهلي في البطولة على فكرة واجه فرق قوية، يعني الأهلي لعب مع بيروت اللبناني وكانت مباراة صعبة جدا، بيروت اللبناني كسب 79-70، ولكن المباراة لم تكن مؤثرة على يعني مشاركة الأهلي في البطولة. الأهلي كسب الفتح السعودي بعدها 98-58، وبعد كده كسب الاتحاد السكندري في دور الثمانية، وبكرة عنده مباراة مع سلا المغربي، والطريق إن شاء الله هيكون مفتوح للمباراة النهائية اللي بالتأكيد هتتلعب يوم الخميس 12/10. بكرة السيمي فاينل، الفاينل يوم الخميس. نتمنى يا رب بإذن الله نكون جاهزين عشان نلعب المباراة النهائية 6:30 زي ما عاد بكرة مع سلا المغربي. طيب ده جانب فريق كرة السلة، لكن في جانب مهم جدا بصراحة بأمانة يعني احنا لمسناه اثناء كاس العالم للانديه لما كان فريق النادي الاهلي بيسافر وعنده مشاركات سواء كاس سوبر افريقي في قطر او كاس عالم انديه في قطر، لكن كمان لما يسافر فريق كره السله ويلعب في قطر ونفس الحماس ونفس التشجيع ونفس الترتيبات بتتم، هنا احنا بنرفع القبعه وبنشكر بالتاكيد رابطه مشجعي الاهلي في قطر، عاملين دور كبير جدا، مديين حياه وصوره حلوه في الصالات المغطاه سواء في ملعب الغرافه وفي كل الملاعب اللي بتتلعب عليها مباريات كأس البطولة العربية. لو تبص كده على الصالة جماهير النادي الأهلي هي اللي صنع الحدث، يعني قدامكم على الشاشة هو حتى الفريق لما وصل قطر ولسه داخل فندق الإقامة كان في استقبال رائع جدا بالورود في المدرجات، شايفين التشجيع والمؤازرة والمساندة قدامكم على الشاشة، الصورة يعني أفضل كتير جدا من أي كلام ممكن أقوله، الصورة معبرة عن الحدث اللي احنا شايفينه في الأيام اللي فاتت في صالة نادي الغرافة، حضور جماهيري مش أقل من حوالي 2000-3000 في الصالة المغطاة. حتى القنوات الناقلة بتبقى حريصة ان هي بتلتقي برابطة المشجعين وتسألهم على التشجيع والمساندة والمؤازرة. أنا شفت ده في كأس العالم وشفت ده في السوبر الإفريقي على مستوى كرة القدم، لكن كمان على مستوى الباسكت لا، شيء رائع جدا. بالتأكيد بنحيي رابطة مشجعي الأهلي وبنحيي جماهير الأهلي في أي مكان على تواجدها ومساندتها لكل الفرق النشاط الرياضي وكل فرق الكورة في النادي الأهلي بتسافر ويبقى عندها ارتباطات خارجية. ولكن عشان نقرب أكتر من التفاصيل معايا دلوقتي على التليفون الأستاذ محمد سمير سيمو،
نائب رئيس رابطه مشجعي الاهلي في قطر والمتحدث الاعلامي للرابطه. سيمو مساء الفل، ازيك؟ مساء الفل يا كابتن محمد، ايه الاخبار؟ وعايز اشكرك، ومش اشكرك لوحدك، ده اشكر كل الرابطه على الصور اللي احنا شايفينها والتشجيع اللي احنا بنشوفه في كل مباريات الاهلي في كاس العرب، كاس البطوله العربيه في الدوحه. والله يا كابتن محمد، يعني احنا مش يعني مش موضوع ان احنا حضرتك تشكرني او اي حاجه زي كده. الاهلي احنا بالنسبه لنا اي حاجه تيجي من ريحه الاهلي فده بالنسبه لنا بيكون عيب. فلما يكون فريق باسكت، فريق هاندبول، فريق طايره، اي فريق يجي او اي حتى لو لعبه فرديه بتيجي خاصه بالنادي الاهلي فاكيد هنقوم معاها بنفس الدور وبنفس الوجه. اي نعم احنا بنواجه شويه مشاكل يمكن في الحضور الجماهيري ممكن ما يكونش بالشكل المناسب اللي هو زي ما حضرتك لمسته في عندنا اتنين كاس سوبر حضرتك كنت متابعنا فيهم وكاس عالم انديه، كنت شايف الحضور الجماهيري رغم صعوبه الاجراءات الاحترازيه اللي كانت موجوده وقتها، ولكن احنا كنا في الفتره ديت كنا قد المسؤوليه. احنا مشكلتنا بس في الفتره ديت مع البطوله هي المواعيد وتضارب المواعيد مع مباريات كره قدم. شفنا كان في مباراه كانت قدام انبي الحمد لله اتاجلت للساعه 9 ودي كان الحمد لله من حسن حظنا. اكيد. والمباراه الثانيه كانت مباراه الاسماعيلي، يعني مباراه الاسماعيلي برضو مباراه قويه والجماهير كلها بتبقى مستنيه تتفرج عليها، بس احنا كان عندنا هدف ثاني ومهمه ثانيه وهي مسانده الكيان سواء كان كره قدم او كره سله او كره طايره او اي لعبه اخرى. طيب الحضور الجماهيري وانا شايف اطفال وشباب وبنات ورجال واللافتات وصور كمان لفريق الباسكت، انتوا كنتوا محضرين كمان كذا دخله للفريق في الفتره الاخيره. مظبوط، احنا في الفتره الاخيره احنا اساسا يعني في كل مباراه كان بيبقى في قضيه معينه احنا بنقوم بتسليط الضوء عليها، يعني مثلا الاعصار اللي كان في ليبيا كان عندنا مباراه مع الاتحاد الليبي شجعنا الفريق الليبي وطلعنا بانر دعم لليبيا، نفس الكلام في مباراه مجد طنجة المغربي عملنا نفس الدور، طبعا ما نسيناش القضيه الفلسطينيه، طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي يعني اللي احنا بنتمناه، مش هنقول هو ايه ولكن احنا اللي احنا بنتمناه احنا معاهم وفي ظهرهم اكيد باذن الله. اكيد اكيد طبعا ان شاء الله كده. اكيد. فاحنا بالنسبه لنا يعني طبعا احنا مشكلتنا في الاول لما جينا في البطوله ما فيش تسليط ضوء عليها هنا. اللجنه التنظيميه قعدنا معاها حسينا كده واحنا قاعدين ان مفيش جاهزيه كامله زي ما كان بيحصل ايام كاس عالم للانديه او السوبر الافريقي. انتوا اللي صنعتوا الحدث يعني يا كابتن محمد، انتوا بصراحه يعني فرضتوا الحدث على اللجنه المنظمه وعلى المسؤولين وعلى الصالات المغطاه، يعني انا بتكلم معاك وسامع صوت الجمهور، انتوا صنعتوا الحدث ودايما الاهلي بجماهيره بيصنع حدث في اي بطوله. كابتن محمد انا يعني لا اخفى عليك سرا ان احنا كنا احنا اللجنه طلبت مننا ان احنا ندعمهم في استقبال الوفود بتاعه الفرق اللي جايه من المطار. تمام. الكوادر بتوعنا بقى يروحوا يستنوا في المطار كل فريق ان شاء الله حتى لو بيجي الساعه 5 الفجر بيوصلوا وبيسكنوا في الفندق بتاعه وكمان بيكون مرافق معاه في المباريات ان هو بياخده في الاتوبيس بيوصله لغايه ملعب المباراه وبيفضل معاه لغايه المباراه تنتهي وبيرجعه الاوتيل تاني معاه. ممتاز ممتاز. انا مش عارف اقول لك ايه بس بجد الشكر لكل مشجع اهلاوي كان موجود في صاله نادي الغرافه بالامس امام الاتحاد السكندري في كل المباريات اللي فاتت، كل التوفيق ليكم. والصوره معبره يا سيمو بالتاكيد بشكل كبير على هذا الزخم الجماهيري اللي بتصنعوه في اي حدث رياضي للنادي الاهلي بيتنظم سواء في قطر في الامارات. ولكن سؤال اخير يا سيمو، رايحين السعوديه كمان تشاهدوا مباريات كاس العالم للكوره وتشجعوا الاهلي كمان اكيد باذن الله. هو احنا من يعني احنا عملنا ده بالفعل في السوبر الاخير والسوبر اللي كان بيتلعب في الامارات كاس العالم اللي كان في الامارات. تمام. كل ده كان موجودين. انا بس حابب ان انا اشكر الشباب الكوادر الرابطه، شباب محترم جدا بيحب الاهلي كابتن محمد بشكل مش طبيعي على استعداد لتقديم كل غالي ونفيس بس حبا في الاهلي مش اكتر من كده. صراحه مباراه امبارح كانوا عاملين ملحمه، فريق الاتحاد فريق قوي جدا يعتبر نهائي مبكر. الفريق برضه في مباراه مجد طنجه
عايز اقول لك ان الفريق كان الجمهور كان العنصر الفعال والمؤثر في نتيجه المباراه بعد توفيق ربنا واللعيبه طبعا اكيد في المباريات اللي هي كانت موجوده. احنا كنا متاخرين والحمد لله كنا بنرجع، والاهلي ليدنج في مباراه الاتحاد امبارح بس بسبب الجمهور الحمد لله. هو دايما جمهور الاهلي رقم واحد في اي حدث وفي اي مباراه بتخص النادي الاهلي. سيمو انا بشكرك وكل التحيه لكل فرد ولكل مشجع اهلاوي موجود حاليا في الدوحه واقف وبيساند وبيؤازر فريق كره السله، وزي ما شايفين على الشاشه صوت الجمهور يعني جميل جدا ورائع جدا، واحنا بنتكلم معاكم سامعين الاهازيج وتشجيع الجماهير وعلم الاهلي وعلم مصر في تشجيع فريق الباسكت في مباراه الاتحاد السكندري وفي كل مباريات البطوله العربيه. وبكره ان شاء الله هيكون في حضور جماهيري كبير جدا في مباراه السله المغربي، فده كان جانب مهم جدا لازم نلقي الضوء على فريق كرة السلة اللي عنده بكرة مباراة مهمة جدا، وكمان نتكلم على دور رابطة مشجعي الأهلي في الدوحة. طيب حاجة تانية كمان عايز أتكلم عليها، بما أننا كمان داخلين على دوري أبطال إفريقيا، زي ما بقول لحضراتكم إحنا كل يومين ثلاثة بننتقل من حدث لحدث آخر، بنتكلم على السوبر ليج بعد ما كنا بنتكلم على الدوري، بعد ما كنا راجعين من السوبر الإفريقي، بعد ما تخلص مباراة السوبر ليج رايحين على دوري أبطال إفريقيا. وأول مباراة للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هتكون في استاد القاهرة مع ميدياما الغاني. النهاردة الاتحاد الإفريقي يا جماعة اعتمد قائمة الملاعب الرسمية اللي الفرق هتشارك على الملاعب دي خلال مباريات دور المجموعات. يعني لو نتكلم على مجموعة الأهلي، الأهلي عنده ما يقرب من حوالي 6 ملاعب يختار منهم ملعب أو ملعب احتياطي عشان يلعب عليه مبارياته. أولا استاد القاهرة متاح، استاد 30 يونيو في الدفاع الجوي، استاد برج العرب، استاد السويس، استاد هيئة قناة السويس، استاد السلام. النادي الأهلي بالتأكيد حتى الآن هو مختار استاد القاهرة واستاد برج العرب كملعب أساسي وملعب احتياطي لاستضافة مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا دور المجموعات. الملاعب اللي أنا ذكرتها دي بتخص الأربع فرق مصرية اللي تأهلوا لدور المجموعات سواء دوري أبطال أو كأس الكونفدرالية، أهلي وبيراميدز دوري أبطال، زمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية. طب لو هنتكلم على مجموعة الأهلي، الأهلي معاه شباب بولوزداد. شباب بولوزداد لو عايز يلعب ممكن يلعب فين؟ ممكن يلعب في العاصمة الجزائر، ممكن يلعب في وهران، ممكن يلعب في قسطنطينة، ممكن يلعب في استاد نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر أيضا، وممكن يلعب في عنابة في ملعب 19 مايو في عنابة. دي الملاعب اللي تم اعتمادها في الجزائر. معلوماتي إن شباب بولوزداد دايما بيلعب في وهران، الملعب الأولمبي في وهران ده لسه ملعب جديد تم يعني صيانة وتحديثه قبل أمم إفريقيا للمحليين اللي استضافتها الجزائر. فالآلة هيلعب مع شباب بولوزداد غالبا بنسبة كبيرة في وهران، ولكن دي الملاعب اللي تم اعتمادها في الجزائر. طيب الجزئية الثانية، ده ملعب فريق شباب بولوزداد. طيب الفريق الآخر الأهلي معاه يانج أفريكانز التنزاني. الاتحاد الإفريقي لما راح لملاعب تنزانيا سواء سيمبا اللي بيلعب في مجموعة الوداد أو يانج أفريكانز اللي بيلعب في مجموعة الأهلي ما عندهمش غير ملعب واحد بس، هو ملعب بنجامين مكابا، الملعب الوطني في دار السلام. ده الملعب اللي هيحتضن مباريات يانج أفريكانز وسيمبا كذلك في دوري أبطال إفريقيا. وعلى فكرة ده الملعب اللي الأهلي هيلعب عليه لقاء الافتتاح يوم الجمعة بعد القادم بإذن الله. إن شاء الله هيكون نفس الملعب اللي هيلعب عليه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا مع يانج أفريكانز. قدامكم على الشاشة طبعا صورة استاد القاهرة الدولي. الاستاد أكيد هيكون موجود في لقاءات السوبر ليج، هيكون هو الملعب الرئيسي للأهلي في الدوري الإفريقي، وفي نفس الوقت هيكون هو الملعب الرئيسي للأهلي في مباريات دوري أبطال إفريقيا بعد اعتماد قائمة الملاعب. طيب ده بالنسبة لشباب بولوزداد وبالنسبة ليانج أفريكانز. طيب ميديانا الغاني ملعبه اللي هو بناه خصيصا لمبارياته لسه مش جاهز وما تمش اعتماده، ولكن في الادوار التمهيديه كان بيلعب في مدينه كاب كوست الغانيه. هل يستمر على نفس الملعب ولا ممكن يلعب في ملعب اخر؟ لما بصيت على قائمه الملاعب لقيت فريق ميدياما الغاني تم منحه ملعب اضافي في كوماسي. كنا عارفين مدينه كوماسي الغانيه منتخبنا الوطني اللي راح لعب كتير في ملعب بابايارا في كوماسي، تم اعتماد الملعب ده مع ملعب كاب كوست في غانا، وبالتالي فريق ميدياما يا اما يلعب في كوماسي يا اما يلعب في كاب كوست، وده هيتحدد خلال الفتره اللي جايه. ولكن الفريق الغاني لو هيلعب في ملعبه الرئيسي كاب كوست خلاص ده اوكي معتمد، لو عايز يغير ويلعب في كوماسي لازم يبعت قبل ميعاد مباراته مع الاهلي بثلاث اسابيع ويختر الاتحاد الافريقي انه يلعب في كوماسي، وبعدها الاتحاد الافريقي يعتمد هذه الموافقه
وبالتالي تتنقل المباراة من كاب كوست إلى كوماسي. دي الأمور المتعلقة بملاعب دوري أبطال إفريقيا بعد اعتمادها رسميا اليوم من الاتحاد الإفريقي. آخر ملف معايا في ترند، وانتم متعودين دايما الملف ده بيبقى فيه أخبار جديدة ومعلومات جديدة وكواليس حصرية لحضراتكم. نروح لمنتخبنا الوطني، سافر بالأمس إلى الإمارات، عنده مباراتين، هيلعب مع زامبيا يوم 12 أكتوبر بعد بكرة إن شاء الله الخميس، وفي نفس اليوم ده على فكرة هيبقى فيه قرعة كأس الأمم، يعني أكيد المنتخب بعد المباراة على طول هيستنى ويتفرج على القرعة عشان يعرف منتخبنا هيكون مين معاه في المجموعة في كأس الأمم. كمان مباراة تانية مع الجزائر، ودي مباراة قوية جدا يوم 16 أكتوبر، وبالتأكيد مباراتين يعني على المستوى الفني أكيد روي فيتوريا هيستفيد منهم بشكل كبير جدا. المباراتين دول جايين في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم، لأن احنا عندنا في شهر 11 مباراتين في تصفيات كأس العالم، فهتبقى فرصة طيبة إن روي فيتوريا يتعرف على عناصر جديدة، تشكيل معين ممكن يبقى فيه ثبات خلال الفترة اللي جاية، يشوف مدى نقاط القوة والضعف لما يلعب مع مدارس جديدة. يمكن لعب مع تونس في الأجندة اللي فاتت في شهر 9، كويس إنه يلعب مع الجزائر في الأجندة اللي جاية في شهر 10، ده مهم جدا. تونس والجزائر من الفرق اللي بتسبقنا في التصنيف، فمهم جدا تلعب مع تونس والجزائر والمغرب خلال الفترة اللي جاية. طيب مزيد من التفاصيل، أطير بسرعة إلى الإمارات وتحديدا في مدينة العين بإمارة أبو ظبي مع الزميل العزيز محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني. مراد مساء الفل وحمد الله على السلامة. الفل عليكم محمد، وكل سنة وانت طيب وخير. وانت طيب دايما يا رب. وكل مشاهدينا في القناة. آخر أخبار منتخبنا، هل صلاح انضم اليوم لمعسكر المنتخب؟ الترتيبات الخاصة بمباراتي زامبيا والجزائر. بالفعل النهاردة الحمد لله المنتخب مكتمل الصفوف، صلاح انضم صباح اليوم، ونفس الأمر أحمد كوكا انضم برضو، اللعيبة كلها جاهزة، المحترفين كلهم انضموا، مرموش انضم متواجد امبارح بس ما شاركش في التدريب، جه بعد التدريب. اللعيبة كلها الحمد لله يعني سليمة، كانت الناس عايزة تطمن على مرموش وأحمد سامي، لا الحمد لله الناس سليمة باستثناء بس إصابة إمام عاشور، كنا طبعا أطيب باستثناء إن هو يبقى يعني سليم ويرجع تاني ويشارك، كنا نتمنى يبقى موجود في منتخب مصر. اللعيبة من اللعيبة اللي ماشيه بمستوى كويس جدا وظهر بمستوى كويس جدا الفتره اللي فاتت. تدريب محمد هيبقى الساعه 7 بتوقيت الامارات، يعني 6 مصر. الماتش هيبقى 8 بتوقيت الامارات، 7 بتوقيت مصر على استاد هزاع بن زايد في العين، و7 طبعا واستاد هزاع بن زايد استضاف ماتش الاهلي والزمالك في السوبر المصري. الحقيقه اللي يعني الاستعداد كلها كويسه، الناس كلها جاهزه، اللعيبه كلها مستعده، ماتشين صعبين سواء ماتش زامبيا او ماتش الجزائر، ودول اخر بروفتين طبعا قبل استعدادات بقى للتصفيات المؤهله لكاس العالم، وبعد كده هم افريقيا في شهر 1. الترتيبات كلها الحمد لله ماشيه بشكل كويس، مجلس ابو ظبي الحقيقه موفر بالتنسيق مع الشركه المتحده للرياضه واتحاد الكوره، المعسكر ماشي بشكل كويس. صراحه زي ما قلت لك انضم النهارده وهيشارك النهارده في التدريب ان شاء الله، وفي الاخر يعني ان شاء الله نتمنى ان المنتخب يحقق ويظهر بمستوى كويس. وعندك يعني ماتش صعب طبعا، ماتش زامبيا من الفرق القويه في افريقيا الفتره الاخيره طبعا، والجزائر يعني طبعا منتخب من المنتخبات القويه وبطل افريقيا 2019، هتبقى تجربه قويه وتجربه مفيده، لكن مستر فيتوريا يعني جاهز ان شاء الله، واللعيبه تبقى سليمه والقوام الاساسي يبقى موجود، ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه باذن الله. النني وتريزيجيه جاهزين، يعني انا فاكر المعسكرات اللي فاتت ما كانوش موجودين بسبب الاصابه، هل ممكن نشوف النني وتريزيجيه في المباريات اللي جايه زامبيا او الجزائر؟ تريزيجيه سليم وجاهز 100% وشارك في ماتشات مع فريقه في الدوري التركي وظهر مصاب. الحقيقه تريزيجيه من اللعيبه اللي عندها يعني ثقه الاصابه طبعا، عندها اصرار ان هم بيرجع بسرعه في الوقت، من اللعيبه اللي بتشبك في معسكر منتخب مصر. فتريزيجيه جاهز وجاهز بنسبه 100% وان شاء الله يتالق قعدته ويبقى مؤثر ان شاء الله في ماتشين زامبيا والجزائر. نفس الامر النني بإعاد لفريقه وتدريبات فريقه من فتره طويله، طبعا كان عنده اصابه قعد 4 أو 5 شهور، لكن هو اللعيب سليم وجاهز، والحقيقه الجهاز الطبي الدكتور محمد العلا بيتواصل باستمرار مع الجهاز الطبي اللي في نادي ارسنال والحاله اليوميه للنني، فاللاعب يعني ان شاء الله جاهز، من يعني لعيب من لعيبه اصحاب الخبره الكبيره في منتخب مصر، ووجوده طبعا هيديك قوه وان شاء الله يبقوا مؤثرين زي ما احنا متعودين منهم في الماتشات اللي جايه للمنتخب باذن الله. مباراتي زامبيا والجزائر هيديرها طاقم تحكيم اماراتي ولا ممكن يتم استخدام حكام من خارج الامارات يا محمد؟
هو ماتش زامبيا معلومة ان هو تأقلم تحكيم اماراتي عبد محمد هو اللي هيقود الماتش بكره، ويبقى الماتش فيه بار. كان في اجتماع فني النهارده، وزي ما انت عارف منتخب مصر لعب بالتيشيرت زامبيا بالتيشيرت الاخضر، وتم الاتفاق ان هيبقى فيه بار بكره يوم الماتش يوم الخميس، وطاقم تحكيم اماراتي هو اللي هيدير الماتش ان شاء الله ماتش زامبيا. بإذن الله. طيب القرعة، انت بعد ما تخلص ماتش زامبيا على طول هتستنى وتتفرج على القرعة، هل في حد من الجهاز الفني هيسافر يحضر القرعة في كوت ديفوار، ولا هتتابعوها بس من خلال الشاشات؟ لا طبعا هيبقى صعب، انت عندك ماتش يوميها محمد، فصعب طبعا يبقى في حد موجود سواء بقى مدير فني او مدير اداري او اي حد، لكن خلاص هتابعها عبر الشاشات وان شاء الله يعني ايا إن كان انت اللي بيحاول ياخد اللقب او البطوله، ما بيشوفش بقى مين معاه في المجموعه ومين هيقابل دور 16. المنتخب او الجيل ده وصل افريقيا نهائي افريقيا مرتين 2017 و2023 2021 اسف، ان شاء الله 2021 باذن الله يبقى الثالثه ثابته باذن الله، بإذن الله ويوصلوا النهائي ويفوزوا باللقب في كوت ديفوار. إن شاء الله بإذن الله. الزميل العزيز محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني، بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا من الإمارات عشان يدينا تفاصيل خاصة باستعدادات منتخبنا في معسكر المقام حاليا في مدينة العين في أبو ظبي. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا، واطمأنينا على حالة اللاعبين، وجود صلاح وانضمام صلاح، جاهزية النني، جاهزية تريزيجيه، يا رب قريب كده على كأس الأمم كمان نتمنى يا رب يكون أحمد حجازي موجود لو تواجد مع اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، أعتقد ممكن يكون موجود مع منتخبنا في كأس الأمم في الكوت ديفوار بإذن الله. والقرعة هتبقى يوم الخميس اللي جاي، بعد بكرة هنعرف مجموعة مصر في قرعة كأس الأمم الإفريقية اللي هتنظم في الكوت ديفوار في الفترة من 14 يناير حتى 13 فبراير من العام المقبل. فاصل، وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. آخر أخبار الترند، عندنا تفاصيل مهمة جدا بالتأكيد، نبدأ نشوف في البداية من ترند الأهلي، والبداية معانا من ترند الأهلي ملعب القاهرة 24. ماذا ينتظر الأهلي بعد التوقف الدولي في أكتوبر؟ ثلاث مواجهات حاسمة زي ما أشرت لحضراتكم في بداية الحلقة، وإحنا بنتكلم على التوقفات اللي هتكون موجودة الفترة اللي جاية، في أجندة في 10 منتخب ده حاليا في أبو ظبي، وفي أجندة في شهر نوفمبر، ولكن في الفترات دي الأهلي هيكون عنده مباريات في بطولات مختلفة. أولا من أجندة أكتوبر لأجندة نوفمبر الأهلي عنده مباريات السوبر ليج، مباريات الدوري الإفريقي، تخرج منها على دوري أبطال إفريقيا، تخرج من دوري أبطال إفريقيا على كأس العالم للأندية. فالتوقفات الفترة اللي جاية كلها هتبقى على السوبر ليج وعلى مباريات كأس العالم للأندية. لا قدر الله إذا الأهلي خرج لا قدر الله من الدوري الإفريقي مبكرا، هيكون عنده مباراة في الدوري العام مع بلدية المحلة يوم 29 أكتوبر. فده اللي هينتظر الأهلي خلال الفترة اللي جاية، ثلاث مواجهات حاسمة، سواء في السوبر ليج مواجهتي سيمبا، بلدية المحلة لا قدر الله إذا الأهلي خرج، أو استكمال المشوار بمواجهة الفائز ما بين سان داونز وبتر أتلتيكو، ثم بعد السوبر ليج وأجندة نوفمبر هيكون عندك دوري أبطال إفريقيا وأولى المباريات مع ميديام الغاني في استاد القاهرة. طب المصري الرياضي بيقول إن مصدر في الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن عمرو السولية. بصراحة أنا قريت كتير الفترة الأخيرة ما لقيتش أي خبر بيقول إن الأهلي هيستغنى عن السولية، ولكن المصري الرياضي بيقول إن في تقارير قالت إن لجنة التخطيط أوصت بالاستغناء عن السولية بناء على طلب كولر. طب المصدر اللي اتكلم للمصري الرياضي قال لهم الكلام ده ما حصلش، لجنة التخطيط لم تناقش هذا الأمر، ولم يتم فتح فكرة الاستغناء عن أي لاعب خلال الفترة الحالية. بصراحة بيني وبينكم يعني انا لا قريت اصلا اي حاجه ليها علاقه ان السوليه هيمشي او هيقعد او هيجدد، فعارفين انتوا فكره اللي احنا نخترع معلومه ونبني عليها يا اما تاكيد او نفي، ولكن على ارض الواقع مفيش اي حاجه تخص ان الاهلي هيستغنى عن السوليه او هيستغنى عن متولي، بل بالعكس الاهلي دلوقتي بيشتغل على فكره تمديد عقود اللعيبه اللي ممكن عقودها تخلص خلال سنه سنتين. فمش عارف بعض المواقع في ظل ان في اجنده وفي فترة راحة مفيش تدريبات، فبتبدأ الأخبار بتشتغل بالشكل اللي أنتم شايفينه. نفس الأمر هو النهاردة الوطن الرياضي بيحسم فكرة هل محمد مغربي هيرجع في يناير ولا لأ. كان اتقال كلام من بعض المواقع برضو إن محمد مغربي كولر طلب قطع الإعارة من سموحة ويرجع للأهلي في يناير. طب الوطن راح سأل مصدر مسؤول في الأهلي، فالمصدر قال لهم الكلام ده ما حصلش، مفيش أي كلام على فكرة عودة محمد مغربي في الوقت الراهن، خاصة اللي طلب رحيل اللاعب من أجل المشاركة واكتساب مزيد من الخبرات كان هو كولر، فبالتالي الخبر لا أساس له من الصحة. أدي جزئية تانية
بغض النظر عن اللي اتكتب على السوليه كمان موضوع يخص محمد مغربي. هل كده كفايه؟ لا، ده في كلام كمان على طاهر. الوطن الرياضي بيتكلم على طاهر ولكن في تجديد تعاقد وزياده راتب. المصدر بيقول للوطن سبورت ان ناقشت لجنه التخطيط موقف طاهر محمد طاهر من تجديد عقده، إذ تسعى الإدارة لتجديد عقود جميع اللاعبين من القوام الأساسي. وده اللي قلته من شوية، وده اللي ممكن ينطبق على محمد عبد المنعم خلال الفترة اللي جاية. منعم عقده هينتهي 2025، فهيبقى في تعديل وزيادة راتب. هل الأمر مش هيكون على منعم بس وهينتقل لكذا لاعب؟ ده هنشوف. بس الوطن سبورت بيقولوا هنا كمان الكلام على طاهر اللي انضم للنادي الأهلي قبل حوالي 4 سنوات. طيب نروح كمان نشوف كرة 11 ومن خلال حسابها الرسمي على الفيسبوك بيتكلموا على إني لعيب ملقب بهالاند المصري، هو هداف دوري أوروبا للشباب على طاولة الأهلي وكولر لضمه مجانا، وذلك بعد صدمة من مستوى الصفقة الجديدة. مارسيل كولر بيضع عينه على هالاند المصري من أجل تدعيم الهجوم في ميركاتو الشتاء. التفاصيل نقلا عن تقارير يونانية، يعني كرة 11 نقل من تقارير يونانية بيقولوا إن في مفاجأة مدوية بشأن اقتراب بلال مظهر. بلال مظهر ملقب باسم هالاند المصري، كلكم عارفين هالاند طبعا مهاجم مانشستر سيتي، فبيقولوا ان بلال مظهر نسخه مقرره من هالاند بس اسمه هالاند المصري. فالكلام بيتقال ان الاهلي بيفكر في ضم بلال مظهر من باناثينايكوس اليوناني خلال انتقالات يناير. طب ليه؟ الاسباب بيقول لك اصل انتوني موديست لم يظهر بالشكل اللائق، فبالتالي كان في صدمه من مستوى الصفقه الجديده فالاهلي فكر في هالاند المصري. ننتظر، يناير مش بعيد على فكرة. بس اللي كتب الخبر في اليونان والمواقع هنا نقلته منه لازم تفهم ان احنا لسه في اول 10 10 و11 و12، 3 شهور قبل انتقالات يناير. في ال3 شهور في الدوري الافريقي، في كاس عالم اندية، في دوري ابطال افريقيا. ماذا لو تألق انتوني موديست؟ هل الخبر ده هيستمر لغاية يناير؟ الكورة عودتنا دايما انها بتحمل المفاجآت، فمحدش يتنبأ على انتقالات وصفقات قبل ميعادها ب3 4 شهور، لان كل اللي بيتكتب لو على تنبؤات اعتقد بيذهب ادراج الرياح، ما بتبقاش حقيقيه. طيب يلا كوره. وامبارح كان في تصريح من عضو مجلس اداره نادي شباب بلوزداد رضا مالك، كان في مداخله تليفونيه بيتكلم، مداخله تلفزيونيه بيتكلم على موضوع رحيل عبد الحق بن شيخه من اتحاد العاصمه، فتسأل هل شباب بلوزداد طلب استعاره قندوسي من الاهلي؟ يعني امبارح كان في كلام كتير جدا على الانديه الجزائريه، خبر متعلق باتحاد العاصمه وعبد الحق بن شيخه، وخبر متعلق بنادي شباب بلوزداد واستعداده للاهلي. لكن لما اتسال رضا مالك عضو مجلس اداره نادي شباب بلوزداد على احمد قندوسي، قال لهم لا يوجد شيء رسمي بخصوص رغبتنا في استعاره القندوسي من الاهلي، وليس موجود حتى في الصحافه هنا. القندوسي لاعب شاب لكنه يحتاج الى مدرب يقدر يخرج امكانياته، ونتمنى ان يتحسن اداؤه في الفتره المقبله. ده ردا على تقارير كانت قالت ان بلوزداد كان بيسعى لضم احمد القندوسي في انتقالات الصيف الماضي قبل ما ينتقل اعاره من الاهلي الى سيراميكا كليوباترا. طيب ملعب القاهره 24 رايح بقى لماتش سيمبا وتشكيل الاهلي المتوقع لمباراه سيمبا. قالوا ان محمود كهربا يعود لقياده هجوم الاهلي امام سيمبا التنزاني، وقالوا ان كهربا رغم انه مش موجود في مباريات الدوري نتيجه الايقاف، ولكن هذا الايقاف لا يسري على البطولات القاريه، وبالتالي هيكون جاهز للمشاركه في مباريات الدوري الافريقي، واولى المباريات هتكون امام نادي سيمبا التنزاني. عموما لسه بدري على موضوع التشكيل. كولر اولا هيستنى اللاعبين الدوليين اللي هيرجعوا من الاجنده الدوليه، هيبدا يشوف حاله كل اللعيبه، مين هيبقى جاهز، مين ممكن يبقى دكه، مين ممكن يخرج من القائمه. ولكن الميزه في هذه البطوله عندك على الدكه 12 لاعب، عندك على الدكه 12 لاعب، يعني لو سافرت ب 25 لاعب مثلا من ال 30 اللي هتسجلهم النهارده عندك 11 اساسي و12 على الدكه، فيوم ما هتطلع هتطلع لعيب او اتنين، فالخيارات كتيره، فالاستبعادات مش هتبقى كتيره في مساله اللاعبين خلال مباريات الدوري الافريقي. طيب الوطن الرياضي بيتكلموا على ان في ضغوطات جماهيريه لنقل مباراه الاهلي في الجوله الخامسه بدوري الابطال. هل الامر متعلق هنا في مصر؟ لا، الامر ده بيتعلق بنادي ميدياما الغاني اللي كنت بتكلم عليه من شويه في موضوع اعتمادات الملاعب الافريقيه. أولًا في ضغوط جماهيرية على نادي ميدياما الغاني إنه يلعب في كوماسي، ما يلعبش في ملعب كاب كوست اللي لعب عليه الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا. فهل الضغوط الجماهيرية هتسفر عن قرار من بطل غانا إنه ما يلعبش في كاب كوست ويلعب في كوماسي؟ ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية، ولكن يجب أن يتم بإختيار الكاف قبل الميعاد ب3 أسابيع عشان لو هينقل ويلعب في كوماسي. آخر حاجة معايا
في ترند الاهلي. هوجو بروس امبارح كان ليه تصريحات قاسيه جدا على بيرسيتاو، وتناول الاهلي بشكل غير مباشر، ودي مش اول مره من هوجو بروس، ولكن هو دايما مدرب معروف ان هو تصريحاته بتبقى رنانه دون نتيجه، يعني تصريحات ما بتبقاش مبنيه على اسس يعني. عموما هو امبارح اتكلم على يعني فكره ليه بيرسيتاو مش موجود مع معسكر منتخب جنوب افريقيا، فهوجو بروس قال انا لست سعيدا بما فعله بيرسيتاو. بيرسيتاو بلغنا انه لاسباب عائليه مش هيكون موجود مع منتخب جنوب افريقيا، تفهمنا الامر، ولكن لما قال لنا ان هو مش موجود لاسباب عائليه افتكرنا انه مش هيكون موجود مع الاهلي في المباريات الاخيره، ولكن فوجئنا انه لعب مع الاهلي مباريات الدوري. يبدو ان الامر مختلط شويه على هوجو بروس، يعني بيرسيتاو مرتبط مع الاهلي ولعب مباريات الدوري واخر مباراه امام الاسماعيلي واحرز هدفين، ولكن بيرسيتاو سافر جنوب افريقيا، هو حاليا دلوقتي موجود في جنوب افريقيا وعنده أسباب شخصية تمنعه أنه يشارك دلوقتي حاليا أو يكون مرتبط مع منتخب جنوب إفريقيا في مباراة ودية في شهر أكتوبر، فاعتذر عن المعسكر. الأهلي ليس طرف، الأهلي هنا ليس طرف. هوجو بروس يعني دخل الأمور في بعضها، اعتبر أن الأهلي هو اللي قال له ما تلعبش أو هو اللي قال له ما تشاركش، والكلام ده مش حقيقي. بيرسيتاو لما اعتذر اعتذر لأسباب شخصية، وحاليا هو مش مع الأهلي ومش في التدريبات، فبالتالي الأمر غير مرتبط بالأهلي، ولكن للأسف دي تصريحات هوجو بروس دائما بتبقى تصريحات خارج السياق بشكل معتاد. طيب طرحنا سؤال في بداية الحلقة، رأيكم في أداء التحكيم بعد أول ثلاث جولات في الدوري العام؟ أستاذ هاني بيقول بشكل عام كان التحكيم جيد إذ لم تقع أخطاء كبيرة، ولكن معروف ما بين قوسين إن هناك بعض الجدل حيال بعض القرارات، وحتى أكون أمين ما بين القوسين هناك بارقة نور لبداية تحكيم عادل لنكمل البناء لمنظومة التحكيم. تحياتي لحضرتك، تحياتي ليك أنا يا أستاذ هاني على الرسالة المباشرة اللي ذكرت فيها بشكل غير مباشر بعض أسماء الحكام الدوليين. أستاذ ناصر بيقول مساء الخير، أنا تقريبا اتفرجت على كل مباريات الدوري وشايف من وجهة نظر أن التحكيم متوسط، غلطات الحكام كتير، أتمنى الفترة القادمة نشوف تحسن في التحكيم زي ما في تحسن في النقل والبث المباشر. أهلاوي وشجع مصر. أستاذ محمد بيقول لا يزال أداء التحكيم ضعيف، لا يوجد تطوير في تحكيم نهائيا، ويمكن من أسوأ البدايات في التحكيم في الدوري، أتمنى التطوير خلال الفترة اللي جاية. محمود بيقول السلام عليكم، أولا من أسوأ فترات التحكيم هي الفترة الحالية، حكام ليست على دراية بمعظم قوانين الكورة، هناك فرق عدة انظلمت أو اتظلمت ظلم واضح، تجد في مباراة يحسب ركلة جزاء للفريق ونفس الكورة في نفس المباراة لا تحكم بركلة جزاء للفريق الآخر، أحيانا نجد حكام مهزوزين وهناك ضغط كبير لعدم احتواء بعض الأندية. أنا عاجبني التعليقات واضحة ومباشرة. أستاذ سامح بيقول ما زال التحكيم في مصر ضعيف ولديه العديد من المشكلات، بصراحة منظومة تحتاج إلى النسف وإعادة هيكلة حتى نحصل على منظومة محترمة لديها أسس وقواعد ثابتة ولا وجود للأهواء أو الاحتواء. أهلاوي أنا والفخر ليا. طيب قدر الإمكان حاولت يعني أخذ أكبر قدر من آراء الجماهير على سؤال الحلقة، رأيهم في التحكيم، والبصراحة الآراء كلها كانت واضحة ومباشرة وصريحة. وإلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج الترند، نشكركم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد. شكرا وإلى اللقاء.